ولن هاد المشاريع هي كتجي في السياق ديال البراق القطار فائق السرعه اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله يوم الخميس الماضي، وكذلك صاحب الجلاله نصره الله تشن المحطه ديال الرباط اكدال السبت الماضي، وبالموازات معها عطى كذلك الانطلاقه للتشغيل التجاري لسبعه ديال المشاريع اللي هي خمسه ديال المحطات، التسنيه الكامله ديال الدار البيضاء مراكش والتثليث ديال الدار البيضاء القنيطره. ففي هذا الاطار تم التشغيل التجاري ديال محطه بن قرير ووجدة يوم الاحد الماضي، التشغيل ديال المحطه ديال طنجه المدينه الاثنين الماضي، وكذلك التشغيل ديال محطة رباط أكدال الأربعاء الماضي. واليوم بحال اللي لاحظتوا معنا كان الافتتاح ديال المحطة ديال الدار البيضاء المسافرين، اللي غادي يبقى هي المحطة ديال القنيطرة اللي غتدخل في حيز التشغيل التجاري إن شاء الله نهار السبت.